طيب احنا ما بدنا نمشي، اوكي لابد ان يكون لدينا كرش فداء، هذا مهم. نعم، لو عندنا كرش واحد يعتبر البقية ان شاء الله، ان شاء الله يعني ما يكون هذا ان شاء الله. طيب اذا الاسلام شرحنا الايمان، من يعرف لي الايمان عندها السنة والجماعة؟ بقية أين؟ الإيمان عندنا السنة والجماعة. نعم يا أخي، ما شاء الله. ما قبل اللسان خمسة أشياء قلنا بالتعريف، لو اختل واحد هذا ليس الإيمان عندنا السنة، قول باللسان، لسان اعتقاد بالقلب، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح أركان. ما هي أركان؟ لا أحد يتكلم الأركان؟ نعم، عمل بالجوارح أركان. ما هي أركان؟ يعني الأطراف مثلا، تقول جوارح شيخ أعضاء الجسم. طيب هذا إذا نقول عمل الجوارح فقط، لماذا نقول أركان؟ الجوارح فقط. يزيد الطاعات فقط. فقط. خلاص. لأنه كذلك للقلب عمل. أنا هو قل عمل القلب وعمل الجوارح وارتاح. يزيد بالطاعة ينقص؟ ينقص. يقول يعتقد بقلبه، لكن ما يصرح باللسان. مؤمن أو كافر؟ هو مؤمن بس ما يعرف إيمان. يا أخي تسأل على اتركوا. يعتقد بقلبه، لكن ما قال باللسان لا إله إلا الله. ما قال الحمد لله. لا يعني مجبر. أنا أدري بس على هذا. اتركنا، ما قلنا مجبر لا. قل لك إنسان طبيعي جدا. الحمد لله. فرعون يعني احنا هو مقر بهذا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الارض السماوات. كافر. نعم، انا كفر على هذا اعتقاد بالقلب. في احد على وجه الارض، في يوجد واحد على وجه الارض ولا اعرف انه مخلوق؟ ما يوجد. لا يوجد احد الا يعرف انه مخلوق، ام خلقوا من غير شيء من الخلق. حتى النمرود يعرف انه مخلوق، ما يعرف؟ والله يعرف. نعم، اجلس. طيب، وشرحنا اركان الايمان، وذكرنا الاسلام. نبدا باذن الله تعالى الان في بيان الاصل الثالث من الاصول الثلاثه. معرفه النبي عليه الصلاه والسلام. اقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكرني؟ اقل أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن وهاشم من قريش، وقريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فتح الله له من العمر. من العمر؟ كم؟ يا أخوان يأتيك السؤال ما تجيب بإذن الله يجيب. نعم، كم له من العمر؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي في هذه الدنيا؟ ثلاث سنين قبل النبوة. أربع سنين. وكم نبي ورسول؟ 23 سنة. هل هو نبي أو رسول؟ نبي ورسول. نبي ورسول. هو هل هو نبي أو رسول؟ رسول. ولا هو نبي أو نبي ورسول؟ هو نبي ورسول. مد بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ بأبي أبي طالب ورسول. هذا الحين، هذا في الموقف الحين. نبأ بأخرى. إذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعت أحد العلماء يقول أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا المدثر، نقول صحيح. هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول، وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اقرأ. أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل رضي الله عنه، نعم هذا بالنبوة. وأول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهمت؟ نبي اقرأ وأشهر المدثر. بلد مكة. اللهم استغفر. قد بلد الصدق.
عندنا يعني اختبار قبول في المعهد، معهد في المدينة، في المدينة اختبار القبول يعطينا طالب من المدينة انه لا يقبل الوقت طلاب بعثات وكذا، طلاب من المدينة في سؤال اختبار اختيار ثلاث اختيارات، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى ثلاث اختيارات الحبشة الطائف المدينة. تتخيل طالب في المدينة ممكن يشكل عليه إشكال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف وكان يكتب الطائف، لكن يكتب الحبشة؟ ولو تسألوا عن لاعب عن كرة عن كأس العالم يعني صح؟ في اختبار الصف الثالث المتوسط أريد أن أسأل سؤال في باب من جهل شأن أسماء الصفات، تكتب تبي كتب سؤال ما حكم الإيمان بالأسماء والصفات؟ تتخيل طالب في الثالث المتوسط يكتب لي شيء عجيب. في الأول ثانوي سؤال أركان الإيمان اختيار 5 6 8 ممكن اختبار كلا تضع 5 ممكن تضع 8 فما بالك الآن يعني بعضهم منهم أخواننا أمر عظيم والله أخواننا التوحيد هذا تقريبا عن التوحيد فوق التوحيد. نبقى بأخرى ورسول من دفتر ولد مكة هاجر إلى المدينة. طيب ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد نعرف دعوة النبي إلى ماذا يدعو؟ نعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد، وأنت ما تدعو للتوحيد؟ يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك إلى أن توفاه الله منذ أن بعد عليه الصلاة والسلام يدعو التوحيد ويدعو الشرك حتى هو على فراش الموت يحذر من الشرك ويدعو التوحيد. هذه دعوته. نعم بعثته إلى من بعث؟ الله تعالى. إلى قوم خاصة؟ لا. إلى العرب؟ لا. إلى الإنس؟ لا. إلى الإنس والجن؟ نعم إلى التقنية الله تعالى. طيب ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ أنه بعث الثقلين، أنه لا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل من بلغته، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كل من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر بالكفر أكبر كائن من كان. صح؟ إذا اليهود والنصارى اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوة أن يدخل في الدين هم كفار ولا أحد يشك في كفره حتى لو كان على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه. طيب دعوة قومية هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر عبد يلحق وما يلحق البشر. مات عليه الصلاة والسلام. هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو بقي شيء لم يبلغه للناس؟ نعم. نعم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ما معنى هذا؟ لأنه بلغ. طيب هذا الذي يرتدع في دين الله جاءنا فلان من الناس وقد جاءني النبي عليه الصلاة والسلام البارحة في المنى وقال يا فلان صلي على صفة كذا كذا ايش تصنع؟ سبحان الله. قل لك قال جاء النبي عليه الصلاه والسلام في المنام وقال يا فلان صل على صفه كذا ادعو بدعاء كذا ايش تصنع؟
ننظر في هذه الرؤية ما رأى في بالنسبة للسيح وافقت استأنست ولم توافق نقول كذبت والله النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يأتيك لأنه معنى هذا أنه أبقى النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا للبلغة منكم قال هذا خاص بي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا خصوصية نقول ما العبادة لا يوجد يقول شيخ الإسلام لا يوجد حكم في الشريعة خاص الإنسان بعينه يوجد أبد ما يوجد أي حكم في الشريعة خاص الإنسان بعينه عبادة الكل صح حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نعم إذا هذا جالب اللي يقول ذلك فقد قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان اتق الله ما تقول قال ها عرضها على الشريعة وافق الشريعة استانس بها نعم فتح معي فهو عبد ما يعبد ورسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر الخاتمة، الخاتمة هذه ذكر فيها الخاتمة تبدأ من عين والناس إذا ماتوا يبعثوا، طيب كتب الله سبحانه وتعالى أن الناس يموتون في هذه الدنيا ولا بد حتى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن ينزل ويموت من آخر أبناءكم فيهم نعيدكم فيهم نخرجكم تارة البعث يمكن اختصار ممكن ثم ذكر الهجرة ما هي الهجرة؟ من يعرف؟ نعم الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام اليوم يسمي بعض الناس الانتقال من بلد الإسلام بلد الكفر هجرة لا تكون بالعكس نعم بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة. أقسام الهجرة أنواع الهجرة ثلاثة، ما نعرف أنواع الهجرة. هجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت ولله الحمد فتح مكة وهذه في بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لم تعد بلد كفر، لا هجرة بعد الفتح. هذا واحد. هي مكة المدينة. الثاني جاهز ما حرم الله. تهجر ما حرم الله. طيب هذه بعض هجر بلد الكفر من الاسلام باقي القيام الساعه. فتح الله متى يغلق باب التوبه؟ من يعرف؟ متى يغلق باب التوبه؟ نعم يا اخي. عند الغربه او طلوع الشمس المغربيه. الله يفتح عليك. نعم. طيب. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، من يعرف؟ أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت؟ أخواننا يسأل، قل ما هو الطاغوت؟ ثم يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، نعم، لا أقل. كل ما أريد أن أقول أريد منه إذا كنت تعرف ابن القيم تعرف ابن القيم ماذا قال؟ كل ما الطاغوت كل ما زاد به العبد كل ما بلغ او زاد به العبد حده من معبود او مدعو او مطاع كل ما لحظه انا بتذكر لحظه خذ لحظتين ما تجاوز به العبد ما تجاوز به العبد حده من معبود او من معبود او مطاع او مشبوع او مطاع او مطاع طب غير كثيرون رؤوسهم خلف ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مذبوح أو مطاع. معبود مثل الأحجار والأشجار، لو عبدها أصبحت طاغوت. نعم. مذبوع أو مطاع. مذبوع وراء خارجين عن طاعة الله، لا طاعة علماء خارجين عن طاعة الله. نعم. مطاع وراء خارجين عن طاعة الله. فتح الله عليك. يقول الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، ما يذكر لي رؤوس الطواغيت الخمسة. خمسة طواغيت. نعم. إبليس لعنه الله. إبليس لعنه الله، نحن لا نعلم عن إبليس. نحن نخبر أن الله سبحانه وتعالى عن إبليس أن يطرد من رحمة الله. ماذا تصنع عنه؟
تستعيذ بالله منه. لو نعلم ليس تعارض تمارض تحدي تستعيذ بالله منه تخبر أن الله سبحانه وتعالى عن إبليس يطرد من واحدة فيه. الثاني من عبد ما وراء من عبد ما وراء. لو جاء إليك إنسان وانحنى لك ماذا تسمع؟ تقول أحسنت بارك الله فيك هكذا وقع علمه فأنت طاغوت لا شك فيه. إذا انحنى لك إنسان إما أن تنكر أو تكون طاغوت صح؟ صحيح هذا. لو جاء لك إنسان وقال ما شاء الله شئت ماذا تقول لك؟ بارك الله فيك بطل الله هكذا يعرفهم العلماء طاغوت. ماذا تقول له؟ من يعرف؟ نعم ما شاء الله ثم جاء أجعلت لله ندا؟ تقول له هكذا كما أجاب النبي بل ما شاء الله واحد أعلى مرتبة في الحوائج. طيب هذا من عبد وهو راض يعني الآن بعض الناس يأتي يسأل ينحني استسمع أقبع هم أو تسكت أقول له أجعلت لله تبي أقول له هذا تحية تحية صح تحية يا سهل ورفع ابوها عن أصل الخبر له سجد يحتج بها ليش تقول يقول يصح السجود لغير الله هذا الدليل هذا لم يكن في ترى هذا ليس بعبادة هذا عبادة ما يمكن تصرف لأحد ما يمكن تشرف للموسى عليه الصلاة والسلام لعيسى للموسى لمحمد عليه الصلاة والسلام لا والله ما يمكن هذا هو عبادة ما يمكن ما يمكن أن تشرف عبادة غير الله قطعا إطلاقا أجمع الأمة على هذا سأل من دعا شيئا من هذا الغيب سأل من دعا شيئا من هذا الغيب لحظتين أمو ما تعتلها نعم ومن دعا نفسه لعبادة نفسه مثل فرعون قال ما عرفت لكم من الله غيره والثالث الرابع من ادعى شيء من علم غيره لو قالت لقوم القيامة في يوم كان غدا النتيجة تنسكر يسجل الهدف الأول فلان الهدف الثاني فلان ادعى علم غيره كورة هذه كورة تلحق رابع منها والخامس ومن دعا الناس لعبادة نفسه ذكرنا الخامس من حكم غير ما انزل الحكم غير ما انزل الله يكفينا ان شاء الله تعالى نتكلم لكن نريد نعرف هنا هذا الطاغوت اذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله لا يصلح او حكم فلان من الاصول حكم القوانين والطواغيت مثل حكم الله احسن فهذا يعتقد كافر كفر اكبر طاغوت مفهوم؟ طيب ثم ماذا ذكر بعينه؟ ذكر ما ذكر المؤلف بعينه؟ نعم صلى الله عليه وسلم قبلها أقسام الجهاد قبلها حتى هذا صار عندي أعرف أنا قبل بعد ما ذكر الطواغيت كثيرا رأس الخمس وفي الحديث لا أحد يتكلم رأس الأمر الإسلام نعم وفي الحديث رأس الأمر الإسلام في الحديث رأس الأمر الإسلام إذا قطعنا الرأس ما تجلس إسلام الإسلام الذي تحيي مقدم القرآن الرامي استقرار المراتب الثلاثة أخذ رأس الأمر الإسلام وعمود الأعمدة التي يقوم عليها البناء فمن ترك فقد كفر وعمود ودروة سنامه جهاد في سبيل الله من تجاهد في سبيل الله اجلس ابن القيم ذكر أن الجهاد في سبيل المجاهد لا بد جهاد أربعة هذا جهاد أنواع جهاد أربعة جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين ومجاهدة المعاصي والبدع والمنكرات كم أربع شيء جهاد النفس شيطان كفار ومنافقين وبدع ومعاصي والمنكرات أربع هذا جهاد من تجاهد على في كتاب الجهاد تجدها في الجهاد
المعاد من كلام ابن القيم رحمه الله. مجاهدة النفس كيف تكون؟ من يعرف؟ نعم يا أخي. مجاهدة القلب. لا لا الاستقرار ثم. مجاهدة النفس تكون بترك الشهوات وفعل الطاعة. خلي الطاعة. أول درس ذكرناه. نعم يا أخي. مجاهدة النفس تكون في العلم. بالعلم والعمل والدعوة صوت العصر جهاد النفس صح؟ الثاني جهاد النفس والشيطان مجاهدة الشيطان الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم سمي بهذا الاسم لأنه يرجم بني آدم من طريقه يعني ترجم من؟ بني آدم من طريقين طريق شبهات وطريق شهوات شبهات بدعة شرك الشرك أكبر أصلا إذا لم تسلك مع هذا الطريق جاء من الطريق الثاني شهوات صغائر كبائر صح؟ إذا مجاهدة الشيطان بماذا تكون؟ ترك الشبهات ترك الشهوات الحمد لله جهاد الكفار المنافقين في القلب واللسان والجوارح والمال. المال كيف؟ هذا الاخ ياخذ شيء من ماله ويشتري بعض المطويات ويدعو بها الكفار. مجاهده؟ والله مجاهده. الان اخوان نحن الان في سوريا مثلا بحاجه لمال. جهاد علم وقلب ونفس التوحيد هذا اهم ما يكون. طيب يبقى جهاد المعاصي والبدع والمنكر من راى منكم منكرا فليغيره بيده تغيير باليد بالصفاء فان لم يستطع فباللسان تغيير باللسان للعلماء طلاب العلم فان لم يستطع فبالقلب بعد هذا لا شيء ثم ختم المؤلف رحمه الله بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وذكر العلم من قال الله عنه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم. طيب الان لله الحمد يعني تقريبا مررنا على اغلب المسائل المهمه في شرح الاصول فبعد صلاه المغرب اختبار شفوي للكل. مفهوم؟ طيب اختبار تحليلي ما ادري يستطيع يعني طولكم اليوم الاوراق تختبر او متى ما اعرف. نرى إن شاء الله لعلكم بعد العشاء اختبار تحليل إن شاء الله لكن بعد الدرس بعد الدرس العشاء من الليل طويل ما شاء الله وكان السلف يسهرون في العلم يسح السهر في طلب العلم لم لم يأتي لنا نأخذ المسلم إن شاء الله نسأل الله إن شاء الله طيب تراجع لنا الآن تستمع وتكتب الفوائد المستفادة من متن هذا المتن المبارك وبعد صلاة المغرب اعتبر عندنا اختبار شهر. طيب؟ طيب. بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى ندرس متن القواعد الأربع. وبعد درس العشاء القواعد الأربع يكون اختبار تحريري في متن الأصول الثلاث. طيب؟ طيب. لو قال القائل ما الفائدة؟ ما الفائدة من الدرس؟ شو الفائدة؟ درس الأصول الثلاث. ما الفائدة؟ ما الفائدة من حفظ الأصول الثلاث؟ ما الفائدة؟ ما استفدت؟ هل استفدنا شيء من درس الصلاة الثلاثة؟ إنه بعض الطلاب هدانا الله يقول هذا درس الصلاة الثلاثة ما فيها شيء ولا تنفع الدراسة وأنا أدرسها درس الصغار نحن والحمد لله نعرف التوحيد ونعرف هذا المسألة نعم كثير يقول هذا فتقول عرفت أنني طالب ولابد ارجع الى نصيحه العلماء الربانيين كبار العلماء في معرفه الكتب والمتون افضل واحفظ اسير على هذا الطريق وعرفنا مثلا من درس الاصول الثلاثه اننا بحاجه للتوحيد التوحيد في حياه القلوب تعلق بالله لا بغيره نعم وغير هذا من المسائل ان شاء الله تعالى يعني تكون بعد صلاة المغرب. إخواني أنا ما أطيل عليكم حتى تراجعوا في المسجد الآن وتكتبوا
تتعاون فيما بينهم معكم إلى صلاة المغرب، وبعد هذا يعني نسأل كل واحد معهم، نسأل الكل إن شاء الله تعالى، كل واحد منكم لا بد أن يجيب عن السؤال إن شاء الله تعالى. فمعكم إلى صلاة المغرب، تذاكروا وتراجعوا وتكتبوا إن شاء الله تعالى. معكم الكتابة، كتابة صرح أركان الإيمان، تكتبوها لي واستلمها إن شاء الله تعالى مع أذان المغرب. طيب، صلاة سبحانه وتعالى نفقت جميع الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.